ومن جهة ثانية أحيت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاق تحت شعار لغد مشرق يا وطن. المشاركون أكدوا الاهتمام بهذه الفئة وضرورة تعزيز دورها في المجتمع، كما أشاروا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بشريحة ذوي الإعاقة. من أسوار القصر الأحمر في محافظة الجهراء وتحت شعار لغد مشرق يا وطن، احتفلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الإعاقة لتحقيق أهداف عديدة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة وإدماجهم مع المجتمع والتعرف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها. يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة تحت شعار لغد مشرق يا وطن، حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم في جميع المجالات وضرورة إدماجهم في جميع جوانب الحياة العامة بصورة كاملة وعلى قدر المساواة مع الآخرين، والتأكيد على المكاسب التي يجنيها ذوي الإعاقة والمجتمع من هذا الاندماج على النحو الذي جاء فيه برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 82 ميلادي. منظمات المجتمع المدني المتخصصة بشؤون ذوي الإعاقة وجدت هذه الاحتفالية مناسبة لتوجيه رسالة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع على حد سواء. الاحتفال اليوم إشارة واضحة لما وصل إليه الوعي المجتمعي تجاه ذوي الإعاقة وما يستحقون من احتضان لمواهبهم وصقلها والاعتراف بقدراتهم وإبراز إنجازاتهم وتشجيعهم، وهذا دورنا كمجتمع مدني حيالهم. ولا ننسى أن دولة الكويت من أوائل الدول في المنطقة العربية التي اهتمت بذوي الإعاقة ولا زالت، فمنذ خمسينات القرن الماضي تم افتتاح مدارس خاصة بهم ومراكز تحتضن مواهبهم ونوادي رياضية وثقافية وجمعيات النفع العام تتحدث بلسانهم. اليوم العالمي لذوي الإعاقة يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا اليوم يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدفئات المجتمع حول هذه الفئة.